دلوقتي هنروح نشوف تقرير تاني عن قصه نجاح مهندسه ولاء حماد اللي حبت العمل الميداني جدا بين شركات النقل والمواصلات واثبتت نفسها لغايه ما اصبحت اول امراه تتولى مهام اداره ورشه السلام بالشركه الفرنسيه المسؤوله عن تشغيل الخط الثالث لمترو انفاق القاهره. خلينا نعرف حكايتها في تقرير لزميلتنا رانيا ناصر. شغلي بيمثلي حياتي. هي حياتي حرفيا هي كلها الشغل. بدأت مشواري المهني في شركة من أكبر شركات المقاولات في مصر، وبعدها اشتغلت كاستشاري لمشروع برضو مترو الأنفاق هنا ورشة السلام، ثم انتهت المسيرة بالشركة الفرنسية لتشغيل المترو الخط الثالث. هي أكيد مش حاجة سهلة أن يكون في أن أنا أشتغل في منصب زي ده، ولكن هي اختيار وانا كان اختياري من الاول، وحبي للهندسه هو اللي دفعني ان انا اقبل بحاجه زي كده. يعني احنا هنا علشان صيانه المترو تتم في اقسام كتيره جدا بتشترك في الصيانه دي، فدور مدير الورشه هو التنسيق بين جميع الاقسام والمحافظه على سلامه وامان الموجودين كلهم وتسهيل الشغل لكل الاقسام اللي موجوده علشان صيانه المترو تتم بالشكل المناسب. حضرتك كنا تقابلنا قبل كده على المشكله بتاعه الفولدنج دور، احنا المقاول نزل مفروض وظبط كل الابواب وعمل تيست عليها، ده حصل ولا ما حصلش؟ ما حسيتش ابدا بمشكله في موضوع ان انا سبت في وسط رجاله كتيره، الناس هنا كلها الحمد لله احنا كلنا بنحترم بعض، والفكره اصلا بتاع الشركه الفرنسيه هو ان هي بتدي الفرصه لاي حد عنده استعداد انه يكون احسن، سواء كانت ست او راجل، ما فيش اي بوردرز محطوطه، ما فيش اي ولا السن ولا يعني ست او راجل، المهم ان انت تكوني قائمه بعملك او ان انت تكوني مؤهله انك تكوني في المكان ده. انا ام لاربع اولاد، دوري دايما ان انا اوازن بين الشغل وبين ولادي، لان انا ما احبش ان انا يحصل اخفاق في اي ناحيه من الناحيتين، يعني ما تعودتش اصلا ان انا عنديش كلمه فشل في حياتي. الموضوع طبعا في ناس بتساعد وفي ناس بتقوي وفي ناس، انا مامتي ربنا يخليها لي بتساعدني، جوزي بيساعدني، بنتي الكبيره اصلا بتساعدني بانها بتحمل مسؤوليه اخواتها الصغيرين. فبصي هو كده كده ربنا هو اللي بيرزق يعني، وربنا هو اللي بيساعد. احلامي طبعا ان انا اوصل لاكبر من كده بكتير، بس محدش عارف ربنا مخبي ايه ولا لسه المستقبل فيه ايه، فيعني انا دي سايباها لربنا شويه. اكيد عندي تطلعات واكيد عايزه اوصل لاكبر من كده، ممكن في يوم من الايام تيجوا تصوروا معايا وانا مديره اربع خمس ورش، محدش عارف. بس هي كلها زي ما بقولك توفيق من ربنا ورزق من ربنا سبحانه وتعالى.